السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة ملح الطعام وفوائده للحمام، هنشوف مع بعض. فيه ناس كتير اتكلمت على فوائد الملح للحمام اللي هو بيزود الانتاج. هو انا هتكلم اصلا في موضوع تاني خالص غير اللي هم اتكلموا فيه، لكن برضو هنقول الحاجات اللي كل الناس عارفاها، اللي هي منها ان هو بيحسن من انتاج البيض. الحمام بيحتاجه لما تلاقي ناقصه املاح، اللي تلاقيه بينقر مثلا في الحيطان عشان يدور على الرمل اللي في الحيطة. احنا طبعا بنعمل التحديق اللي حضرتكم عارفينه، اللي هو زي كده، اللي هو خلطة التحديق اللي احنا عاملينها، اللي كل شوية حضراتكم زهقتوا منها، اللي كل شوية اقولها لحضرتك وصفة التحديق، وبنضيف عليها الملح وبنضيف عليها شوية جير اللي موجودة اسيبها لكم في صندوق الوصف، وصفة التحديق وبنضيف عليها شوية ملح اهو، نضيف عليها الملح. ده ملح طعام خشن انا بجيبه من معمل الجبنة اهو، شوية ملح خشنين زي كده. بيضاف على الطعام او بيضاف، يعني هو غالبا يفضل ان هو يضاف على الطعام، لكن انا بضيفه على وصفة التحديق دايما. هو بيتحط من جرام من واحد ل5% من كمية الطعام بتاع اللي بتقدم للأكل، لأن هو مش موجود في أكل الحمام، فإحنا بنديله من 1 ل5%، يعني تقريبا أهو أنا بضيفه على الخلطة دي. بدل ما بحط على الأكل فأنا بضيفه على وصفة التحديد زي ما حضراتكم عارفين أهو، زي ما عملتها قبل كده. لكن النهاردة هتكلم عنه فايدة تانية خالص، اللي هي ايه؟ الحمام ما بيسقيش زغاليله في الشتاء، ده موضوعنا النهاردة. الحمام ما بيسقيش الزغاليل في الشتاء، فدايما انت تخش عندهم تمسك الزغلول كده هتلاقي الزغلول ايه، الاكل محجر فيه، تحس ان هو عنده عسر هضم، ما بيهضمش الاكل كويس، تحس ان حصلته جامدة. انا طبعا اتات الملح لما شفت كده، زودت ملح على اكل الطعام امبارح اهو، تلاقي كده محجر لان كان اكتر من كده، لكن هو اهو الحمد لله لما اعطيته لانت شوية، دي كانت جامدة جدا. وكان الحمام جعان لانه ما بيشربش كويس، فبالتالي ما بيزغطش ولاده كويس، فانا زودت له الملح علشان ضفته على الاكل. بالنسبة اللي قلتها لحضراتكم من 1 ل5%، يعني تقريبا اهو المحجر زي كده. نعمل ايه اهو، لو لقيته كده انت بالتالي تقوم هتقوم ايه مثلا اهو، انا ما سيبوش كده، الزغلول لو شرب مية يكبر، يكون شارب كويس يكبر المية يا جماعة، حتى صيف وشتا يعني مش هقول لحضرتك اهم من الاكل. فانا بضيف الملح على اكل الحمام، وفي وصفة التحديق هتلاقي الحمام شرب ماء كتير، بالتالي هيشبع زغليله هيشرب ماء كتير ويسقيهم ماء كتير ويشبعهم، وده بيساعدهم على كمان على الهضم، وبيخليهم يشبعهم اكتر. زي حضراتنا زي البني ادمين كده، يعني انت ما تقدر تستغنى عن الملح، ممكن تخفف الملح، لكن انت لو حد منع عنك الملح تماما هتحس ان الاكل يعني ما انتش قادر تاكله تمام. فانا بسقي الزغاليل اللي انا شايفها كده، واقوم حاطط الملح، هتصبح تاني يوم تلاقي الزغاليل كلها شارب اهو. شوف حضرتك الزغلول شبعان لكن جامد فيها الاكل ازاي اهو، فحصلته الاكل جامد اهو. ما سيبوش كده، لما تسقيه او تحط له الملح بعد كده هيشرب، هتيجي تطلع تلاقي الاكل. وممكن تحط على المية
بتاعتهم، وانت بتسقيه يعني ايه غطا فلاجيل او امريزول زي كده اهو. عندنا الامريزول اهو، امريزول اهو، نحط منه غطا على الميه اللي احنا بنسقي منها اهو. يعني قبل ما تسقي كده حط غطا، وادي غطا للحمام. ده برضو بيساعد على الهضم، لكن بيخلي الحمام ما بيشربش الماء كتير. ده عيبه ان الحمام بيحبوش فما بيشربش الماء كتير. فانا بقول ايه، ضيف الملح مع الامريزول. يقوم هو الملح هيغصب على الحمام او الفلاجيل، يعني الملح هيعطش الحمام، يضطر يشرب الامريزول او الفلاجيل. تمام، هيشرب ده، فبالتالي يسقي ولاده ويأكلهم. وهتلاحظ تاني يوم ان الحمام والزغليل شبعت عن اليوم اللي قبله اللي ما كنتش حاطط فيه ملح. حتى لو انت مكتر مية، فمن السقعة الحمام زي البني ادم كده ما بيشربش مية كتير في الشتاء، لكن هي المية ضرورية. تمام، دي الفايدة اللي كنت عايز اقول لحضراتكم عليها من الملح، غير ان هو بيحسن البيض وبيحسن انتاج البيض وبيزيد من الانتاج، وبيحسن ايضا من ان البيض ما يكونش فارغ. الحاجات كلها اللي معروفة دي الفايدة اللي قلتها الجديدة بالنسبة لي، معرفش او بالنسبة لحضراتكم، اللي هو ان هو يخلي الحمام يشرب مية علشان يبقى يزغط زغليله كويس. زي ما حضرتكم شوفوا مسقته ميه بقى ازاي ما شاء الله. هو كان اكل، لكن الميه دي هتخليه يهضم بسرعه ويجوع بسرعه، الاهالي اكلوه تاني. وبكده يا رب تكونوا استفدتم، وده اكون انتهيت من موضوع النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.